السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين يوم مضى وآخر يطلي لكم حصاد أحداث 24 ساعة، والبداية بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بتوسعه محور الضبعه ليتكامل مع المشروع القومي للانتاج الزراعي دلتا مصر. القاهره والخرطوم تدعوان لتدخل دولي نشط لمنع اثيوبيا من انتهاك سياسه احاديه بشان سد النهضه تؤثر على استقرار المنطقه. الحكومة تبحث توفر المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا، ومدبولي يعلن إنتاج أول عبوة من لقاح سينوفاك الأسبوع المقبل. إلى تفاصيل الأحداث. خلال اجتماع لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية خاصة مدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وبأرقى المعايير الإنشائية والهندسية، كما وجه سيادته بأن تكون ميادة السيارات العالمية متكاملة بجوانبها كافة والتي تتعلق بالسيارات وجميع الخدمات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة مدينة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفي مقدمتها التصميمات الهندسية لساحة الشعب والمدارس الدولية المختلفة ومدينة مرابط للخيول التي ستمثل جزءا رئيسيا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، فضلا عن المقر الجديد للبورصة. كما تم عرض المخطط العام لمدينة السيارات العالمية وما تضمه من ساحات ومعارض، حيث وجه السيد الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة بكافة الجوانب التي تتعلق بالسيارات لتضم جميع الخدمات ذات الصلة من محلات تجارية ومباني إدارية ومقرات للبنوك والشهر العقاري. كما تناول الاجتماع كذلك عرض الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها بما فيها المنطقة الاستثمارية بالمدينة وكذا الطرق والمحاور المؤدية إليها. كما تم متابعة مخطط إنشاء مدينة الذهب التي ستمثل مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج والمعارض الراقية وتدريب العمالة لصقل قدراتهم بما يعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة. شهد الاجتماع أيضا استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية بما فيها تطوير طريق الضبعة بطول 260 كيلومتر وطريق وادي نطرون العالمين وطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي ومحور الأسمرات التجمع الخامس وطريق القاهرة السويس الصحراوي، فضلا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور شينزو أبي، وذلك في إطار تنمية وتطوير محيط مدينة الأمل والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ ما تم عرضه من مشروعات وبأرقى المعايير الإنشائية والهندسية ووفق مبدأ حوكمة التكلفة المالية والاعتماد على المنتجات والمكونات محلية الصنع ذات معايير الجودة العالية. وفيما يتعلق بمشروعات المحاور والطرق، وجه سيادته بتوسعة محور الضبعة ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 260 كيلومتر شاملا طريق الخدمات وتزويده بكافة الخدمات للمواطنين على امتداده، بحيث يتكامل المحور مع المشروع القومي العملاق دلتا مصر للإنتاج الزراعي الذي يقع جنوب الطريق، وذلك كشريان رئيسي يخدم المشروع. كما وجه السيد الرئيس بتوسعة المدخل الرئيسي لطريق القاهرة السويس الصحراوي أسفل كوبري المشير أبو غزالة لتفادي ما تلاحظ مؤخرا من اختناق مروري
عند هذه المنطقة. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وجدد الرئيس السيسي التهنئة للرئيسة التنزانية لتوليها منصبها الجديد. كما أكد الرئيس السيسي خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية التنزانية وما شهدته من تطور متنام في أعقاب زيارة سيادته للعاصمة دار السلام في 2017، والتطلع للتباحث مع الرئيس التنزاني من أجل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات. من جانبها أعربت رئيسة تنزانيا عن تقديرها الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيرة إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات بين مصر وتنزانيا، ومشيدة بالدعم المصري للجهود التنموية التنزانية خاصة من خلال مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري، والذي يمثل نموذجا يعكس عمق العلاقات المتميزة، إلى جانب أنه يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا. وتطرق الاتصال لمناقشة تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد، وقد تم التوافق على دعم مسار المفاوضات من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف الثلاثة والحفاظ على الأمن المائي لدولتي المصب. وفي بيان مشترك صدر عقب جلسة مباحثة موسعة عقدها وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي مع نظيريهما السودانيين، دعت القاهرة والخرطوم إلى تدخل النشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في اندهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وإعلان عزمها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر. المزيد مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. خلال زيارتهما للعاصمة السودانية الخرطوم، التقى وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي في الخرطوم مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. خلال اللقاء أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين، كما بحث الجانبان بصورة مستفيضة تطورات سد النهضة وضرورة التنسيق بين البلدين للتوصل إلى اتفاق مرض مع الجانب الإثيوبي. التقى شكري وعبد العاطي مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك. تأتي هذه الزيارة في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتشاور القائم بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة. دعت القاهرة والخرطوم إلى تدخل دولي نشط لمنع إثيوبيا من انتهاج سياسة أحادية بشأن سد النهضة تؤثر على استقرار المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي مع نظيريهما السودانيين، حيث تركزت المباحثات حول تطورات ملف سد النهضة. اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي له، وأكد الطرفان أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة. كما توافقت رؤى البلدين حول أهمية التحرك المشترك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية. وتطرقت المباحثات إلى العلاقات الثنائية، حيث أكد الطرفان حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين. خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حرصه اليومي على متابعة موقف توفر المستلزمات الطبية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك توفر الأكسجين، بالإضافة إلى متابعة نسب تلقي المصريين للقاح المضاد لكورونا والشحنات الجديدة التي تصل تباعا، بهدف العمل على تأمين أكبر كمية من اللقاحات لتوفيره لأكبر عدد ممكن من المواطنين الكرام. وأشار مدبولي إلى أنه من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل إنتاج أول عبوة من لقاح سينوفاك الذي سيتم تصنيعه في مصر حاليا،
وعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الموقف الوبائي لانتشار فيروس كورونا محليا وعالميا، ومشيرة إلى أنه من المقرر وصول 1,000,000 جرعة من لقاح سينوفارم منتصف الأسبوع المقبل، ليصل بذلك إجمالي ما وصل من هذا اللقاح 2.5 مليون جرعة، بينما يتخطى إجمالي ما تم توريده من لقاح أسترازينيكا 2,600,000 جرعة. وتطرقت وزيرة الصحة إلى الموقف الخاص بخطوات التصنيع المحلي للقاحات والتوسع في إقامة المراكز الخاصة بتلقي اللقاحات بالجمهورية، إلى جانب توفير الخدمة لغير القادرين. ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة إجراءات تفعيل المبادرات الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، وأكد مدبولي حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تلائم شريحتي محدودي ومتوسط الدخل، مشيرا إلى أن الاجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة العمل. وقدم نائب محافظ البنك المركزي عرضا مفصلا حول الشروط المطروحة للمبادرة بالنسبة للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل، حيث أوضح أن المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين، كما تمت مناقشة الآليات ونسب حصول المواطنين الكرام على التمويل ومستويات دخولهم، وذلك تمهيدا للإعلان عنها رسميا. كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وأكد رئيس الوزراء البدء في تنفيذ المشروع طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه يتضمن بناء نحو 500,000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. كما أشار إلى أنه جاري متابعة موقف توافر قطع الأراضي المقرر إقامة هذه الوحدات عليها، حيث يقع بعض تلك الأراضي تحت ولاية عدد من الجهات. هذا وقد تم الاتفاق على آلية الحصول على الأراضي التابعة لعدد من الجهات للاستفادة منها في هذا، وذلك في تنفيذ المشروع القومي المهم لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما سيسهم في تحقيق نقلة نوعية بالتوازي مع ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى المصرية. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال. كما تهدف مذكرة التفاهم لإنشاء منظومة متكاملة ورائدة لدعم وتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين. متواصلون مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع. دمشق تؤكد رفضها المطلق لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول الجولان المحتل. بايدن إلى بريطانيا في بداية جولة أوروبية سيختتمها بلقاء مع بوتين. غادر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، غادر القاهرة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها إلى الأردن في زيارة رسمية لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية. تأتي الزيارة في إطار الروابط الوطيدة التي تربط مصر والأردن، واستمرارا لعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأردنية. أعربت مصر عن بالغ إدانتها لحادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة لندن الكندية بحق عائلة مسلمة، وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر وقوفها مع كندا ضد الحادث الإرهابي البغيض، وشددت على موقف القاهرة الرافض للأعمال الإرهابية كافة وجرائم الكراهية والعنصرية التي تتنافى مع القيم الإنسانية. وفي سياق متصل، دان الأزهر الشريف الحادث الإرهابي في كندا والذي أسفر عن استشهاد 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا بشاحنة يقودها إرهابي ينتمي لليمين المتطرف. وأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن اليمين المتطرف بات يمارس الإرهاب والقتل في المجتمعات الغربية ويشكل خطرا يهدد المواطنين الآمنين، متخذا نفسه أسلوب جماعات التطرف والإرهاب في الشرق. واعتبر الدكتور الطيب أن اليمين المتطرف وداعش
وجهان لعملة واحدة، مؤكدا أن الإرهاب ليس صناعة شرقية وإنما صناعة غربية أيضا تنمو بصمت دولي مريب، كما طالب باعتبار اليمين المتطرف جماعة إرهابية. تعرضت قاعدة فيكتوريا التي تضم عسكريين أمريكيين في مطار بغداد لهجوم صاروخي، وذلك بعد أن أقل من ساعة من قصف قاعدة بلد شمال بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا. تأتي هذه الهجمات تزامنا مع إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بعد أسبوعين على توقيفه بشبهة تورطه في اغتيال ناشطين، في خطوة أثارت الجدل بشأن قدرات الحكومة في السيطرة على الفصائل الموالية لإيران في البلاد. سوريا تؤكد رفضها المطلق لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول الجولان المحتل، والجيش الإسرائيلي يقرر إخلاء بؤر استيطانية على أراضي فلسطينية في بلدة بيتا. المزيد في سياق هذا التقرير. أكد سوريا رفضها المطلق لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بخصوص الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق الدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر. وقد شدد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية على أن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا، وأن هذا هو ما أكدت عليه الشرعية الدولية برفضها قرار الضم الإسرائيلي الباطل. صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلده ستقدم تمويلا جديدا لتدريب البشمرجة إلى جانب العمل مع قوات الأمن العراقية للمساعدة في طرد تنظيم داعش من الأراضي المسيطر عليها. جاءت تصريحات راب خلال لقائه رئيس كردستان العراق نيجرفان بارزاني في أربيل، والذي جدد بدوره التزام الأكراد تجاه محاربة الإرهاب وضحى لتهديد داعش بدعم من التحالف الدولي. سبق هذه الزيارة زيارة أخرى إلى بغداد، حيث التقى راب بالعديد من المسؤولين العراقيين وبقادة من التحالف وحلف شمال الأطلسي. قرر الجيش الإسرائيلي إخلاء مستوطنة وصفها بغير الشرعية أقيمت على أراض للفلسطينيين في بلدة بيتا بجنوب نابلس بالضفة الغربية، وقد أمهل جيش الاحتلال سكان البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار 8 أيام لإخلائها وإزالة المنشآت التي أقاموها. على جانب آخر، أكد المسؤول المحلي في بلدة بيتا أن الاحتجاجات الفلسطينية مستمرة حتى تطبيق قرار الإخلاء على الأرض، فيما تواصل القوات الإسرائيلية إغلاق المدخل الرئيسي للبلدة لليوم الرابع على التوالي بسبب الاحتجاجات ضد هذه المستوطنة والتي استشهد فيها فلسطينيان 2 برصاص الجيش، كما أصيب العشرات. חברים, להוציא טלפונים. Continue your lines. Make it clear to movement to منح البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لاستخدام جواز السفر الرقمي الخاص بفيروس كورونا، وذلك للسماح للمسافرين بإثبات حالتهم الصحية سواء بتلقي اللقاح أو التعافي من الفيروس أو سلبية المسحة، الأمر الذي يسهل تنقل مواطن الدول الأوروبية. جاء ذلك بينما خففت فرنسا وبلجيكا من قيود مواجهة فيروس كورونا، مما يسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم الخدمة في الداخل. وبتزامن خففت الولايات المتحدة الأمريكية من تحذيرات السفر لعشرات البلدان تزامنا مع تزايد أعداد متلقي اللقاح حول العالم، الأمر الذي يعزز العودة إلى الحياة الطبيعية. والآن أعزائي المشاهدين، جاء موعدنا مع جولة في الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس.
من جريدة اليوم السابع صندوق النقد الدولي، مصر تبنت ثلاث خطط استباقية جنبتها تداعيات الجائحة. جريدة الأهرام، المراغي تحديث شامل لمنظومة العمل في عهد الرئيس السيسي. أكد رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال مصر حرص الدولة على توفير الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من كورونا، إضافة إلى صرف إعانات شهرية للعمال المتضررين. جريدة الأخبار، وزير السياحة، 800 فندق سياحي في مصر حصلت على شهادة السلامة الصحية. العناني، عدد السياح الذين زاروا مصر منذ بداية العام الجاري وصل إلى 2 مليون سائح، وهذا يعتبر تحسنا ملحوظا كبيرا مقارنة بالعام الماضي. هيئة الرقابة الإدارية المالية توافق على تأسيس أول شركة للاستثمار المباشر في السوق المصرية، ووزير القوى العاملة يسلم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم بالشرقية والقاهرة. المزيد من الأخبار الاقتصادية في هذا التقرير. نبدأ التقرير الاقتصادي من موافقة هيئة الرقابة المالية على تأسيس شركة ذا بيراميد للاستثمار المباشر كأول شركة في السوق المصرية تستثمر في الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت تلك الآلية المستحدثة. وقد أشار مصدر مسؤول بالهيئة إلى الموافقة على إنشاء الشركة برأس مال مبدئي يبلغ 10 ملايين جنيه مدفوعة بالكامل، وستركز أنشطتها في مجال الاستثمار في المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة بداخل مصر، وتستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى أكثر من 1 مليار جنيه بالشراكة مع عدد من البنوك التي تستهدف نمو هذا القطاع. في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لأصحاب الهمم والعزيمة واهتمام وزارة القوى العاملة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان 450 عقد عمل لأصحاب القدرات الخاصة بالشرقية والقاهرة، حيث وفرت مديرية القوى العاملة بالشرقية 250 عقد ومديرية القوى العاملة بالقاهرة 200 عقد، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق المحافظتين. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ان مصر بدأت خطوات فعلية لدخول صناعة الهيدروجين وانتاجه كمصدر نظيف للوقود، واشار الى ان العمل جاري على تطوير استراتيجية خاصة بهذه الصناعة من خلال لجنة وزارية مختصة. واوضح ان قطاع البترول يتعامل مع الدول والشركات العالمية ذات الخبرات الفنية في هذا المجال لاستكشاف فرص التعاون. جاء هذا خلال مشاركة الملا عبر الفيديو كونفرنس في فعاليات المنتدى الاول اطلاق صناعة الهيدروجين في افريقيا. حرر السودان اسعار البنزين والديزل بالكامل. وقالت وزارة المالية السودانية ان الاسعار السابقة ستلغى وسوف تطرح بدلا منها اسعار جديدة تتماشى مع تكاليف الاستيراد والنقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة. وقد حدد سعر البنزين عند 290 جنيها سودانيا لللتر ارتفاعا من 150، والديزل عند 285 ارتفاعا من 125 جنيها. وقد وجهت الوزارة بتشكيل لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويضها عن عبء ترشيد دعم الوقود. أما الآن فنذهب بعيدا عن السياسة والاقتصاد لنتعرف على كل جديد وطريف في جولة الكاميرا.
اندلاع حريق غابات قرب القدس وإجلاء عدة قرى وإعصار مدمر تتعرض له ولاية كولورادو الأمريكية وفيضانات عارمة تجتاح إحدى دول أمريكا اللاتينية. المزيد في سياق التقرير التالي. في القدس أجبر حريق غابات مدمر على إخلاء تجمع سكاني على أطراف المدينة، كما تم إغلاق الطرق المؤدية لعدة قرى قريبة لمنطقة الغابات. تصاعدت أعمدة من الأدخنة فوق القرى المتخمة للقدس. شاركت المروحيات في عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق. ناشدت السلطات المواطنين بضرورة الابتعاد عن الغابات. في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أدى ارتفاع في درجات الحرارة إلى اندلاع حرائق غابات مدمرة في شمال الولاية، ما تسبب في إحراق مساحات شاسعة من أراضي الغابات وإحراق المئات من المنازل والسيارات. أدت الحرائق إلى إجلاء المئات من مواطني المنطقة القريبة من الحريق إلى أماكن أكثر أمانا. في ولاية كولورادو الأمريكية تعرضت المناطق الريفية من الولاية لإعصار مدمر، ما أدى إلى تدمير المئات من المنازل ونفوق العديد من الماشية. تسبب الإعصار في اقتلاع أعمدة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن مواطني المنطقة المنكوبة. تعرضت جويانا واحدة من دول أمريكا اللاتينية لموجة من الفيضانات العارمة التي تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار. أدت الفيضانات إلى إغراق عدة قرى بالكامل وإتلاف آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. إلى حضراتكم الآن بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية. بدرجات الحرارة نكون قد وصلنا إلى ختام أحداث 24 ساعة جاءتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.